الاسم جنين، العمر حتى انطفاء القمر، المهنة ثورة دائمة، أداة القياس حالة جمالية حدودها من الشمال حنين ومن الجنوب إيمان ومن الشرق بشرى ومن الغرب وفاء. 54 شابا وشابة من مخيم جنين والمحافظة أقاموا عرسا جماعيا في المدينة، انتصر فيه الحب على الحرب، وانتصرت إرادة الحياة على إرادة الموت، وكان عرسا وطنيا بحضور الآلاف من الأهالي ورئيس الحكومة. بهذه المناسبة بارك لأبنائنا في مخيم جنين هذا العرس الجماعي، وأنا بحكي اليوم ممثل لفخامة الرئيس محمود عباس، بقول إنه هذا سيتكرر في مخيمات أخرى إن شاء الله. نحن مع التكاتف والتعاضد المجتمعي، هاي رسالة القيادة الفلسطينية وهي رسالة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. الموسيقى والأغاني الثورية ألهبت الجمهور المتعطش للفرح، وكلمات الحب على المسرح كانت أقوى من الجيوش والمخابرات وأقوى من كل السلاح. طبعا هذا اليوم مهم جدا في حياتنا أنا وخطيبتي، طبعا إحنا مبسوطين وأتفرح إلنا اثنين ولفلسطين ولمخيم جنين للجميع. الأجواء حلوة كتير، مبسوطين كتير وأكبر عند الجميع إن شاء الله. أعضاء البرلمان واللجان الشعبية وعناصر الأمن والأهالي كلهم اجتمعوا في عرس واحد يمثل فلسطين ولا يرفع فيه إلا اسم فلسطين. إنما كان هذا المخيم مثلما يعلم الحرب ويعلم القتال ويعلم معنى الكفاح، لهو قادر على أن يعلمنا معنى للحب ومعنى للوفاء، وأيضا لقادر أن يصنع على وجوه أطفال المخيم الضحكة والبسمة التي طالما افتقدوها. هذه ليست قصة من رواية شولخوف أو تولستوي، وإنما هو الواقع في مخيم جنين ومدينة جنين، هي الحرب وهي الحب، هي إطلاق النار وهي السعادة، من هنا ينطلق الفرح ومن هنا ينطلق القتال. ناصر اللحام، مدينة جنين، الميادين.